خرطوم ينضم إلينا مراسلنا التيجاني خضر. تيجاني أهلا بك. بداية دعنا نبدأ بالحديث عن الاستجابة للدعوات للعصيان المدني والتي دعت إليها القوى الحرية والتغيير المجلس المركزي. نعم ليليان، هناك دعوات واسعة للعصيان المدني وقعت عليها أكثر من 40 جسما نقابيا ومهنيا واتحاديا، كلها دعت إلى العصيان المدني الشامل. ربما عامل الصدمة في بداية هذا اليوم كان مسيطرا على السودانيين بشكل عام بسبب أحداث البارحة العنيفة والتي راح ضحيتها 7 من الشباب صغار السن وعدد كبير من الجرحى المصابين بالرصاص الحي. بدأت الدعوات، بدأت استجابات، قد نستطيع أن نقول أنها ربما جزئية للعصيان المدني في كثير من مناطق العاصمة الخرطوم، في مناطقها الغربية بالذات وفي منطقة الديب وفي منطقة الشجرة ومنطقة اللماب وجزء من الأسواق الشعبية الكبيرة. هناك قلة في الحركة في المدينة، كذلك قلة في الإقبال على الشراء بالنسبة للمحلات وللأسواق، بما يبدو أنه استجابة أولية لدعوات العصيان المدني، وإن كانت المهن الحرة ربما تمارس أعمالها بسبب عامل الإنتاج اليومي. بشكل عام الاستجابة للعصيان المدني لقت توقيعات ممهورة بكثير من المؤسسات التي بالفعل ربما باشرت في العصيان المدني كان جزئيا، ولكن بعض العاملين قال أنهم توجهوا في الصباح وعادوا إلى بيوتهم مطبقين على العصيان المدني، فيما تم إغلاق الشوارع بالمتاريس في عدد من مناطق الخرطوم وفي عدد من مناطق أم درمان، ولكن ليس بالحدة المعهودة خلال التي درجت عليها العادة عندما تحدث مثل هذه العمليات. بيان الشرطة الذي صدر بالأمس أشار إلى 7 وفيات، ولكنه لم يشر إلى طريقة الوفاة والأسباب التي ذكرت وفق التقارير الطبية والتي بثت على الهواء مباشرة في بعض بثها الناشطون أنها كانت بالرصاص الحي. لم يشر بيان الشرطة إلى ذلك، ولم يشر أيضا إلى أي لجنة أو إجراءات يمكن أن تتم للتحقيق في مقتل المتظاهرين والإصابات التي لحقت ببعضهم الآخر، وقال أيضا أن أفرادا من عناصر الشرطة قد أصيبوا ولم تحدد شكل الإصابات أيضا ولا من هو المتسبب في هذه الإصابات، ولكن يبدو واضح من بيانها أنها من المتظاهرين. ولكن عمليات القتل لم تنسب لأي جهة، ولم تقل الشرطة أنها تبحث عن من أطلق النار على المتظاهرين وأردى جزء منهم قتلى. في بيان الشرطة قالت بأن ذلك أو عزت هذا العنف أو استهداف المدنيين إلى غياب التنسيق، ما الذي قصدته الشرطة في ذلك؟ ما هو المتوقع وأي نوع من التنسيق تطالب به؟ حقيقة ورد في بيان الشرطة معلومة مهمة جدا يمكن التوقف عندها، أن الشرطة قد لجأت إلى القيادات المدنية للاحتجاج والحراك من أجل التنسيق. بداية نحن لا نعرف ما هي القيادات الميدانية للاحتجاج، ولكننا شاهدنا بأم عيوننا وصول المحتجين إلى مداخل شارع القصر من ناحية كلية الطب جامعة الخرطوم بعد تقاطع شروة للموقف الرئيس، وقفوا وجها لوجه كان المحتجين والشرطة في الوجه الآخر، وفجأة بدأ إطلاق الغاز المسيل للدموع. لم نشاهد هناك أي مفاوضات أو جلسات حوار حدثت في الميدان، وهذه لم تحدث فيما سبق. أيضا ربما أشارت الشرطة إلى إجراءات قامت بها استباقية، ربما قالوا أنهم جلسوا مع بعض قيادات الحراك وطالبوا التنسيق، لا ندري ما هو نوع التنسيق المطلوب. من خلال بيانات المحتجين يبدو أن هدفهم واضح، يريدون الوصول إلى القصر الجمهوري والاحتجاج بسلمية على الانقلاب العسكري، يطالبون برحيل العسكر. فمن غير المعروف ما هذا التنسيق المقصود في بيان الشرطة. شكرا لك التيجاني خضر مراسل التلفزيون العربي من الخرطوم.